الإنذار ومحاربة الجريمة بشتى أنواعها، خاصة ما يتعلق بالممارسات التجارية غير المشروعة لحماية المستهلك والحفاظ على الصحة العمومية. تمكن أفراد فرقة حماية البيئة للدرك الوطني بعين تموشن بحجز وإتلاف كمية من اللحوم الحمراء كانت موضوعة في غرفة التبريد لمحل تجاري القصابة الكائن ببلدية سيد الصافي من أجل توجيه الاستهلاك البشري. بعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري أكد بأنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، مما توجب إتلافها بعين المكان. قدرت كميتها الإجمالية بقنطار و33 كيلوغرام، أين تم رفع المخالفة التالية: عرض للبيع منتوج فاسد موجه للاستهلاك البشري، عدم امتلاك شهادة الموافقة الصحية البيطرية بعد الذبح. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المعني أمام جهات قضائية. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.